اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بكم في هذه الجولة السريعة في شوارع ما بين الرباط وسلا. اخترت لكم فقط بعض المشاهد الرائعة في الطريق المؤدية من الرباط إلى سلا عبر حي الرياض ومرورا بتكنوبوليس ثم العودة إلى حي السلام من ناحية فاس، من ناحية طريق فاس. ففرجة ممتعة إخواني الكرام، أتمنىها لكم. ما تنسونيش باللايك وبالبارتاج مع الأصدقاء ديالكم. شكرا لكم، شكرا جزيلا.
زيد ياك كمل ها واش كتقول لي عرفت بركه سي ايوا خسر سوق هنا واحد صافي تمام.